إحياء مسابقة تجويد القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، وانطلاقا من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ها نحن نلتقي مرة أخرى في الدورة 22 من مسابقة تجويد القرآن التي دعبت جمعية النصر للتنمية والثقافة الحي الجديد بالعرائش أن تنظمها كل سنة بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن نورا وسراجا للعالمين. ولقد تميزت هذه الدورة بمشاركة ما مجموعه 97 مشارك ذكورا وإناثا بكل من مدينة العرائش والقصر الكبير، كما عرفت مشاركة مشاركين من العالم القروي. وفي هذا الإطار ونظرا للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، إلى أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم أو شارك في إنجاح هذه التظاهرة الروحانية ولو بالكلمة الطيبة، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل المشاركين، سواء منهم من ساعده الحق على التأهل للمرحلة النهائية أو من تعذر عليه ذلك، كما نشكر